اه صح انا مش مقتنع بالتصنيف، ولكن بتكلم على تصنيف حتى فنيا في الملعب. منتخب مصر في اقل فرصه او في اقل مجهوده هو افضل من موزمبيق في افضل حالاتها. طبعا احنا قابلنا موزمبيق قبل كده 3 مرات، دي المره الرابعه. الثلاث مرات قابلناهم في 86، قابلناهم في 98، قابلناهم في 2010، الثلاث مرات كسبناهم 2-0 وتوجنا باللقب في الاخر. فبالتالي كله كان منتظر ان انت داخل قصاد موزمبيق وتفترسها، يعني مش اقل من 2-0 3-0، لان انت كمان فايق ومستقر فنيا مع فيتوريا خلال الفتره اللي فاتت. ولكن اللي حصل النهارده ان بيحصل دروب كبير جدا في الفرقه. كان في كمان في بعض الحالات الفنيه اللي هنتكلم فيها وهنستعرضها دلوقتي عن الازمه اللي حاصله في وسط الملعب. يعني فيتوريا كان دايما بيشتغل بالثلاثه في وسط الملعب حتى وجد المكان لزيزو في وسط الملعب. يعني لو استعرضنا الحالات هنلاقي ان وجود زيزو في وسط الملعب يلا اتفضلوا هو عقبه ضد منتخب مصر، لان زيزو هو افضل. يعني مشكله زيزو ايه؟ ان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر في مركز الجناح اليمين، بس في مكانه موجود محمد صلاح. فالنهارده فيتوريا بيعمل ايه؟ بيحاول يوجد، لان هو يستحق على فكره ان هو يلعب. يستحق طبعا، ولكن انا في النهايه هي بس ما لعبوش عشان هو مش استخسار، ابوظ اللعب بالظبط. هو مش استخسار، والولد نفسه يعني يعني غالبا بيعاني. نعم بيعاني جدا نفسيا مليون طبعًا. في الميه بيعاني معاناه كبيره. والجزئيه بقى الاهم، انا قبل ما القي اللوم على منعم حجازي ورا او القي اللوم على صلاح او مصطفى محمد، انا عندي مشكله كبيره جدا في وسط الملعب، اللي هي ايه بقى؟ هتلاقي ان زيزو دايما بيتطرف بياخد الخط ناحيه اليمين، صح. محمد صلاح بيخش في القلب مع مصطفى محمد، محمد حمدي ناحيه الشمال بيزيد مع تريزيجيه، حمدي فتحي دايما في دور رقم 8 بيزيد لغايه ال 18. لما الكره بتتقطع منك ايه اللي بيحصل؟ انت لازم هنا واحد يوقف الهجمه بسرعه. اللي بيحصل انه النني بيكون بعيد جدا، والنني اصلا مش لاعب دستروير، هو مش لاعب بينهي هجمات. فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي هم جايين عليك بهجمات زي كره الهدف الثاني. لو استعرضناها دلوقتي هتلاقي انه ما فيش حد قابل في وسط الملعب بعد باص خطا. ده الهدف الاول. ازمه، بص يا كابتن، يعني انا مش عارف انت برضو وضح يعني لنا الازمه دي تاريخيه يعني في منتخب مصر من ايام انجلترا سنه 90 واحنا عندنا نفس الازمه. محمد حمدي هنا الراجل الجناح والراجل الباك ورا، وما فيش حد يساند محمد حمدي. بص تريزيجيه واقف فين، وبص حمدي فتحي واقف فين. الاسهل الاسهل في كره زي دي اعمل ايه؟ انا كسرد باك يعني كستوبر اعمل ايه؟ ياسر محمد عبد المنعم هيقرب من اللي قدامه كويس وماشي. هنا محمد عبد المنعم برضه حتى لو قرب، ما هو في النهايه انا الراجل الباك اللي زايد والراجل الوينج اللي زايد هما اتنين على واحد. محمد حمدي مديله مساحه كبيره جدا. انا هسيب اللي بره خالص، ما قابلش، ما انا هسيب اللي بره. بس برضه انا عندي مشكله انه منعم مش باصص على الراجل اللي جاي وراه. نفس الحكايه حجازي، لو كان منا الكوره كده هتلاقي ان بص الكوره بترفع. طبعا حمدي فتحي جاي هنا متاخر، تريزيجيه ما جاش غطى مع محمد حمدي. الباك كمان كان ممكن عنده اوبشن ثاني بدل ما يرفع كمان يدي للباك، وبرده كانت هتبقى كوره خطيره جدا. انا بس عايز الصوره اللي فاتت يا سمير عشان اشرح الحته اللي فاتت دي. الصوره اللي فاتت دي تحديدا مش دي، اللي هي دي اول كوره. الصوره دي بص انا بالنسبه لي الصوره دي انا هنا اقصد اقول لك ان منعم يبقى مع ده، مع الراجل ده، حجازي يبقى مع ده، مع اللي قدامه، مع الفرودين. يعني الفرودين الاثنين مدافعين معاه، ستوبر مع الاثنين هنا، ومحمد حمدي هينزل 3-4 خطوات لتحت. محمد هاني بحيث يعمل التغطيه العكسيه في ظهر حجازي، بحيث ان هو يعمل التغطيه. انا ماليش دعوه بقى بالاخطاء اللي حصلت خلاص. وهنا هيرفع الاوفر، انا هنا لازم اخد خطوتين لورا. هنا حجازي لازم يتكلم، يا منعم ارجع خطوتين ورا، لازم مش شايفه هو وراه، لازم يتكلم هنا يقول له يا منعم، ومحمد هاني يقول لحجازي قرب، وحجازي ومحمد هاني ياخد الخطوتين اللي تحت بالظبط. ورجوع النني كمان متاخر برضو. نعم ورجوع النني برضو متاخر. بعيدا عن الجزء الامامي ده، انا احنا كمدافعين ورا اربعه واقفين او الثلاثه اللي خلاص الكره هتترفع، لازم اتكلم على اللي قدامي، لازم اتكلم علشان يبقى في كوميونيكيشن او بالزبط. تواصل ما بيني وما بين اللي قدامي، الاستوبر اللي قدامي. هي انا في الاخر يهمني ايه؟ ان الكره ما تخشش في الشناوي جول. صح. فانا هنا حجازي لازم يكلم منعم، وهاني لازم يكلم حجازي، وهاني لازم ياخد 3-4 خطوات لتحت ورا حجازي، وكل ومنعم واحد وحجازي واحد. ده يعني تخيل بعد كده لو الكره طلعت لازم النني طبعا ينزل 3-4 لتحت، قصه ثانيه يعني. انا مع حضرتك يا كابتن في كل حاجه، بس هي المشكله انه هي ما هياش هجمه طارئه. يعني لا بالعكس، دي اتكررت قبل كده في اكتر من كوره. يعني لو احنا بقى جينا كوره الهدف الثاني، الاستحواذ معانا، لا كره الهدف انا اللي طالع بالكوره اصلا، مسخره. انا اللي طالع بالكوره بالاساس. يعني خليها كده ننقل الصوره بقى خلاص. ايوه هنا احمد حجازي عمل كوره طوليه لمصطفى محمد، مصطفى محمد هنا كان ممكن يقف على الكوره ويسند على زيزو. هنا موجود بقى زيزو الراجل رقم 8 في وسط الملعب. زيزو فين؟ موجود ناحيه الجناح اليمين اللي في النص ده، محمد صلاح اللي هو الجناح اللي بيخش في القلب في ظهر مصطفى محمد. مين هنا في وسط الملعب يا كابتن؟
محدش مين اللي على الدايره؟ مفيش حد على الدايره خالص. محمد النني الراجل رقم 6 بتاعنا بص موجود فين يا كابتن، بيغطي محمد حمدي اللي زايد اللي زايد هنا قدام. مستحيل ده يكون خط وسط ملعب يا كابتن، وانا متعادل 1-1 وعايز ان انا امن في وسط ملعب وعايز اطلع بالكره واحده واحده. هنا حجازي حتى لما حب يسلم لحد مفيش حد نزل له في وسط ملعب، لعب الكره الطويله لمصطفى محمد. لما اتقطع بقى هنمشي بالكره كده، ايه اللي هيحصل؟ هنا باصه خلاص اتقطعت كده من محمد صلاح، ايه اللي حصل؟ خلاص انت بتتكلم في 1 2 3 4 5، خمسه لعيبه هيروحوا على الاثنين اللي ورا مع محمد النني. بس ده لو كملت بقيه اللعبه ده حاجه اسمها فيتال ميستيك يعني. طبعا يعني طبعا من حجازي، من حجازي طبعا الباص غلط، بس هنا وسط الملعب انا عندي مشكله وازمه كبيره جدا. لا انا بتكلم على لما ترجع كمل كلامك. اوكي هنا نكمل. بص بقى الباص يا كابتن، باص الكوره هنجيب اللقطه اللي بعدها. خلاص براحتي العب براحتي. طلع هنا ايه اللي حصل؟ منعم حاول يطلع يقفل على الراجل ده محمد النني، هنا مغطي على محمد حمدي. على فكره ده وضع مش وحش، مش وحش بس ولكن وسط الملعب كان لازم هاني برضو 3-4 خطوات لتحت. اوكي هنا كملنا بقى كمال يعني. هنا بقى ايه اللي حصل؟ الكره اتلعبت خلاص، منعم الراجل اللي معاه ده قدام، وده حجازي وده محمد النني. هنا بقى يعني واحده من اللقطات الغريبه جدا لمحمد النني، وعشان كده بقول لحضرتك يا كابتن محمد النني ما ينفعش يلعب رقم 6 عندنا في منتخب مصر. اوكي انا محتاج راجل عنيف شويه في الحته دي، راجل بيعرف يوقف. طارق حامد، طارق حامد، مروان عطيه يقدر انه يلعب الحته دي، مميز جدا فيها ولازم يكون موجود المباراه القادمه. هنا جري لا الراجل بالكوره، حجازي واحده يعني لسه حجازي لسه ما رجعش حجازي اللي احنا عارفينه، حاول يعمل تاكلينج رغم انه كان ممكن يكمل جري معاه. حجازي سابقه اصلا، مش محتاجه حجازي سابقه بخطوتين ثلاثه، انت ليه بتعمل تاكلينج هنا؟ ومحمد النني بقى هنا بقى هنجيب بقى الصوره الاخيره، واحده من اللقطات الغريبه جدا لمحمد النني. محمد النني وقف. ايوه طب انت وقفت ليه؟ يعني حجازي عمل تاكلينج والراجل خلاص خده، محمد النني وقف ليه؟ انت اوريدي كنت موجود في المكان ده من بدري، كان لازم تكمل جري وكان لازم تضايق اللاعب ده. فاحنا عندنا مشكله من وجهه نظر الشخصيه، النقطه الرئيسيه أيوه. والازمه الكبيره اللي عند روي فيتوريا ما هياش في قلب الدفاع ولا هي في الشخصيات نفسها بتاع اللعيبه، ولا ان حجازي لسه ما جابش مستواه. مشكلتنا الاساسيه في ثلاثي وسط الملعب. مين اللي حط التشكيل بتاع ثلاثي وسط الملعب؟ فيتوريا طبعا. فيتوريا مين اللي ممكن يغير الثلاثي؟ فيتوريا. والاخطاء دي يا كابتن مكرره من مباراه سيراليون. مباراه سيراليون كنا ممكن يحصل معانا مشاكل كبيره جدا بسبب ان زيزو بيزيد على الخط، محمد النني مش هو اللاعب اللي بيقدر ان هو ينهي هجمات، فدايما وسط الملعب عندنا فجوه كبيره جدا. وقصاد الفرق كمان اللي ذات المستوى الاعلى من موزمبيق هتلاقي هتواجه مشاكل وهتعاني كتير جدا اذا استمرينا بالثلاثي ده في وسط الملعب.